لطالما عانى القطاع الصحي في مستشفياته كافة ومراكزه الطبية من معضلة عصى تفاديها، ألا وهي نقص الكوادر الطبية المتخصصة. مستشفى الزرقاء الحكومي الذي يعد مقصدا طبيا في محافظة يقطنها 1.5 مليون مواطن ما زال يفتقد لأطباء الاختصاص كالقلب والأعصاب والسرطان والأورام وجراحة الأطفال، إذ يقتصر المستشفى على 494 سريرا منها 39 للعناية المركزة، وخصص 6 أسرة لإصابات كورونا. المستشفى الذي أسس في عام 2016 لم يشهد أي عمليات توسعة ليومنا هذا. مستشفى الزرقاء الحكومي من المستشفيات الكبرى والذي يحتوي على كثير من التخصصات الفرعية، لكن هنالك نقص كما ذكرت، وخاصة في القلب وخاصة المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة فورية. فهذا يعني نظام النقل والنظام التحويل كان مجديا جدا. نقص الأطباء وانشغال الكوادر بعبء متابعة إصابات كورونا في المحافظة زاد من الثقل على كاهل الكوادر الطبية، ولم يثنها عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الطارئة منها والمتوسطة، متابعين بذلك ما أقسموا عليه بعهدهم الطبي، حريصين على الالتزام بما اقتضته جائحة كورونا من اشتراطات صحية تحفظ سلامتهم وسلامة المواطنين على حد سواء. عن العمليات بشكل عام كان يجرى عنا حوالي 600-700 عملية بالشهر، في ظل جائحة كورونا ولغاية 1/6 نزل العمليات ل 50% اللي هو حجم العمليات الطارئة، وبعدها عدنا عودة تدريجية إلى إجراء العمليات المبرمجة بنسبة 30%, 50%, 70% حتى عدنا تماما إلى الوضع السابق لما قبل الجائحة. مستشفى الزرقاء الحكومي خصص عددا من الكوادر التمريضية لتقديم اللقاح للأشخاص حال وروده، ووفر ثلاجات داخل المستشفى لحفظ اللقاح بدرجة حرارة سالب 77 مئوية حسب المواصفات والمقاييس الموصى بها، ولضمان تقديم اللقاح للمواطنين. نحو 600 عملية شهريا كانت تجرى في مستشفى الزرقاء الحكومي قبل جائحة كورونا، عادت إلى طبيعتها برغم الأثار التي فرضتها الجائحة، وسط مطالبات بتوفير الاختصاصات الطبية المفقودة كالقلب والأعصاب. حمزة نهار، المملكة، الزرقاء.